الروبوتات وأنواعها وتسمياتها ما هو خبر جديد، الروبوتات الرياضية كمان ما هي جديدة، لكن روبوت ملاكم هذه عاد جديدة يعني. فالشركة الأمريكية بالتعاون مع IHMC Broadwalk Robotics طورت جيل جديد من الروبوتات البشرية. الروبوت اسمه نادية، على اسم لاعبة الجمباز الشهيرة نادية كوماتشي، وقالت الشركة أنه الروبوت تسمى على اسمها لأنه مثل لاعبي الجمباز رح يكون عنده نسبة عالية من القوة ونطاق كبير من الحركة، ورح يقوم بسلوكات بشرية متطورة ورح يكون زميل للبشر. زميل، واحد يقدر يضربني وزميل قال. طيب خليني أقول لكم كيف الروبوت نادية عندها 29 مفصل، وبالتالي يعني بتوفر أعلى نطاق من الحركة وبتتفوق فيها على الإنسان، وبتوصل لأماكن بتصعب على روبوتات تقليدية مثل السلالم حتى المشي فوق الحطام. بالتالي في توفير مستوى ما هو مسبوق من التنقل، والروبوت عنده قدرات مذهلة في ألعاب القتال بما فيها الملاكمة. فبيتم تحريك نادية عن بعد بواسطة باحث، بيكون لابس سماعة الواقع الافتراضي وأجهزة تحكم. وقالوا المطورين أنه في المستقبل يمكن حتى كمان أنه يكون الملاكم نادية مستقل بالكامل. يا عيني. يعني الروبوت الملاكم نادية بالمختصر يا جماعة رح يكون استثنائي، فغير أنه ملاكم هو كمان يمكن استخدامه في مكافحة الحرائق والاستجابة للكوارث وحتى في إبطال القنابل. يعني يمكن يروح كده يفكك قنبلة. وطبعا الفيديوهات اللي انتشرت وقيام الروبوت يعني هذا بالملاكمة فتح النقاش والجدل عن مستقبل عاد الرياضات القتالية والمخاوف من استخدام هذا الروبوت أصلا مستقبلا في الاعتداء على البشر، وخاصة أنه يعني قدراته عالية جدا في التنقل والحركة اللي نطاقها يعني بيفوق قدرات الإنسان. فصراحة الموضوع محير، يعني أنا بين أنه نفسي يكون عندي روبوت مزيه كده أخليه يعمل لي شغلات وأسلطه على الناس، وبين أنه لو قلب علي النتيجة ستكون بشعة يعني.